هذه الطائرة الملكية وعلى متنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي يبدأ اليوم زيارة عمل وصداقة لجمهورية الكابون، المحطة الرابعة والأخيرة ضمن الجولة الإفريقية لجلالته. ووجد صاحب الجلالة في مقدمة مستقبل جلالته فخامة رئيس الجمهورية الكابونية السيد علي بونغو أوندينبا. بعد تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والكابوني، استعرض صاحب الجلالة وفخامة الرئيس الكابوني تشكيلة الشرف المكونة من وحدات من القوات المسلحة الكابونية البرية والجوية والبحرية. لحظات قوية ومتميزة تشكل عنوانا للترابط بين البلدين، ترسخ عبر التاريخ وأفرز تعاونا مثمرا امتد ليشمل جميع المجالات. وتقدم للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الجنرال قائد القيادة العليا للقوات المسلحة الكابونية والجنرال قائد الدرك الوطني بالكابون. زيارة صاحب الجلالة لجمهورية الكابون يتوخى منها تعميق أواصر الأخوة التي تجمع جلالة الملك بالرئيس الكابوني، كما تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين على أكثر من صعيد. وتقدم للسلام على صاحب الجلالة الوزير الأول الكابوني السيد دانييل أونا أوندو وأعضاء الحكومة الكابونية وأعضاء ديوان رئاسة الجمهورية ومحافظ إقليم إيستر. جولة ملكية مباركة ترتكز على ثوابت القرب والالتزام والتضامن والتعاون المشترك في القارة الإفريقية. لم يتوانى العاهل الكريم على تثبيت دعائمها في علاقة المملكة مع دول القارة الإفريقية. وتقدم للسلام على فخامة رئيس جمهورية الكابون السيد علي بونغو أوندينبا أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويضم الوفد على الخصوص مستشاري صاحب الجلالة السيدين فؤاد علي الهمة وياسر الزناقي
والسادة صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، والحسين الوردي وزير الصحة، وفاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وشخصيات أخرى. كما تقدم للسلام على جلالة الملك سفير المملكة المغربية بليبروفيل السيد علي بوجي، وأعضاء السفارة المغربية، وعدد من رجال الأعمال المغاربة بالغابون، وممثل الجالية المغربية بالغابون. إن الثقة في مستقبل أكثر إشراقا للعلاقات المغربية الغابونية تتعزز اليوم أكثر فأكثر على ضوء الحرص الأكيد لجلالة الملك والرئيس علي بونغو في الحفاظ على الإرث المشترك ومواصلة بناء علاقة متينة وتعاون مكثف على جميع الأصعدة بما يعود بالرفاه والازدهار والنفع العميم على القارة السمراء. زيارة صاحب الجلالة إلى الجمهورية الغابونية، والتي تأتي بعد زيارة جلالته لكل من السنغال وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية الكوت ديفوار، مناسبة جديدة لإبراز الطابع المتميز للعلاقات المغربية الإفريقية، وفرصة لتجدير البعد والانتماء الإفريقي للمملكة الذي ظل جزءا لا يتجزأ من الهوية المغربية. وبداخل القاعة الشرفية تقدم للسلام على جلالة الملك ممثل السلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي المعتمد بليبروفيل. محطة جمهورية الغابون الصديقة يبرز من خلالها حفظه الله دور المغرب في بناء فضاء إفريقي يقوم على دعائم وأسس الأمن والتضامن والتعاون من أجل تمكين شعوب القارة الإفريقية من رفع تحديات التنمية. الزيارة الملكية الجديدة لجمهورية الغابون ما هي إلا فرصة أخرى لاستثمار مجالات التعاون القائمة. بعد استراحة قصيرة غادر قائدا البلدين القاعة الشرفية، هتافات وجموع غفيرة من المواطنين والزعماء التقليديين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بليبروفيل جاءوا من جميع أرجاء البلاد للترحيب بمقدم جلالة الملك، متمنين لجلالته مقاما سعيدا. سكان العاصمة يحملون الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة، خصصوا استقبالا حماسيا حارا واستثنائيا لجلالة الملك، مشيدين بالصداقة والأخوة المغربية الغابونية. وأبى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلا أن يتوجه نحو هذه الجموع الغفيرة التي تهتف بحياة جلالته ومباركة المجهودات الملكية التنموية لتدعيم العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ليبادلها جلالته التحية والمحبة. وتظهر الصداقة المغربية الغابونية في أبهى صورها وأرفع تجلياتها من خلال هذا الاستقبال الحار للعاهل الكريم.